يقول: في القرية التي أعيش بها يوجد إمام حافظ لكتاب الله، اشترطت عليه الدولة إذا صلى بالناس أن يدعو بعد الصلاة، مع العلم أنه إذا لم يوافق على الدعاء بعد الصلاة فسيؤم الناس، إمام لا يجيد قراءة القرآن، فما الحكم؟ الحكم أنه لا يطيعهم، لأن هذا بدعة. قد قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذا جعلوا إماما للناس لا يتقن القراءة فهذا في ذمتهم، هذا في ذمتهم، أما أنت فلا تعمل المعصية، لأن البدعة، لأن الدعاء بعد الفريضة والجهر بذلك هذا بدعة. نعم.